السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير. درناكم طلة بإذن الله تعالى كتكملة الفيديو اللي لكن اللي خاوتي اللي شافوه الخطرة اللي جازت، وحكينا فيها على طريقة التعويض تاع الفار صرفة. بما أن طريقة الفار صرفة تطرقنا عليها الخطرة اللي جازت، ما مانش حنزيدو نعاودو نطبقو ليها خاوتي. راح نطرق لكم طرق التعويض بصفة عامة، الأسامي تاعها وكيفية تاع الاستعمال تاعها. كاينة طريقة التثاؤب خاوتي، وهي كيما نقولو شغل حتى التائب تثاوب بالدارجة، تقفل فمك ومام طون تشبح لي طوندون تاعك، كيما نقولو كيف نقولو لي طوندون تاع رقبتك تشبحهم، وتولي كيما نقولو تحرك المشوار تاعك القدام اللورا الفوق لتحت. هذه الطريقة هذه واش دير نتايا؟ تضغط على الهواء هذاك اللي كاين في القناة تاع الأذن الوسطى باش تبعثه بطريقه وين يعوض الغشاء الطبلي. هذه هي تما كي نقولها لكم دركا باللغه العربيه الفصحى، الطريقه الصحيحه هي القيام بتقليص عضله سقف الفم والحنجره مع تحريك الفك للامام وللاسفل. هذه هي الطريقه كيما نقولوا شغل الثوب وفمك مقفول. طريقه الطوين بي هذه، وهي طريقه انت واش دير فيها؟ تغلق الانف تاعك وتبلع في نفس الوقت. هذه يقولوا لها طريقه الطوينبي خوتي. الاسامي هادو كامل راهم تاع اشخاص وموش لازم يكونوا غواصين، كل شخص وكيف اكتشف الطريقه هذه. كاين اللي كان طيار واكتشفها، كاين اللي كان غواص، كاين اللي صياد، كاين كل انسان وكيف اكتشف الطريقه هذه. والطريقه هذه تما موش نون تكنيك تاعها، موش اسم تقني، هو اسم على الشخص اللي اخترعها اللي اكتشفها، باش يكونوا خوتي على بال. قلنا حكينا على طريقة التثاؤب، حكينا على طريقة الطوين بي، دوكا نحكيو على طريقة فرنزل. هذا ثاني الإنسان اللي اخترعها هو اللي اسمه فرنزل. تتم هذه الطريقة خاوتي بسد الفم باللسان، تما تقفل فمك أنت بلسانك هكا وتدفعو إلى أعلى الحلق مع القيام بحركة البلع. هاك معايا واش دير أنتيا؟ تقفل أنتيا الفم تاعك باللسان تاعك وتدفع اللسان تاعك لاعلى الحلق مع القيام بحركه البلع. وكاين اخوتي ثاني طريقه لوري. وش هي طريقه لوري هذه؟ تقول باللي واش دير نتايا ميلونج بين الفالسالفا والطوينبي، على ما يكونش فيها كيما نقولوا تاثير ضغط الهواء بقوه على الاذنين. تدفع فيه شويه هواء من صدرك من الرئتين تاعك، وفي نفس الوقت تكون ضغط انفك تقفلو وتبلع في نفس اللحظه. بالطريقه هذه تاع الهواء اللي تخرجه من الرئتين تاعك راح يطلع للاذنين تاعك، وكي تبلع انتيا تضغط الهواء هذاك اللي خرجته انتيا وتدير به تعويض تاع الاذنين تاعك. وكاين ثاني خاوتي طريقه ادموند، وهي واش دير انتيا؟ تقلص عضله تاع سقف الفم تاعك والحنجره وتحرك الفك السفلي تاعك، تحرك القدام لتحت اللورا الفوق قلنا الفوق لتحت والجناب تاعو والقدام. هاد الطريقة ثاني كيما نقولو تعوض لك ثاني الأذنين تاعك وتعدل الغشاء الطبلي. خاوتي العموم هذه هي. ثاني خاوتنا ثاني لقاو إشكال في أذن على أذن، كان بار إكزومبل الأذن اليمنى ما حبتش تعوض، واش دير أنت؟ تقفل الأنف تاعك، تدور راسك الجهة اليسرى وتدز الهواء، تضغط سواء بالبلع سواء باللسان تاعك تحصر الفوق سواء بالهواء من الفالسالفا، تما تخرجو من الرئتين تاعك وتعوض به. هذه الطريقة هذه واش دير انت؟ علاه تعوج راسك؟ باش تدير تركيز تاع الهواء كامل يعدي الجهة واحدة من الأذنين، وبالتالي راح تعوض به. كيف اليمنى كيف اليسرى، لا حتعوض اليمنى تدور راسك جهة اليسرى هكا تميلو وتدفع الهواء، ولا كان على اليسرى تميل راسك الجهة اليمنى وتدفع الهواء. خوتي انا كيما تشوفوا في الفيديوهات تاعي هذو كيف نعوض انا الطريقة تاعي، جربوها هكا برا ميش في البحر باش تشوفوا الفعالية تاعها. تفرغوا الرئة تاعكم من الهواء، تنسفوا كلش، وتقفلوا الانف تاعكم بصبعكم وتدزوا اللسان تاعكم الفوق بطريقة وين تضغطوا الهواء اللي كاين غير في الجهة العلوية تاع الرأس، وراهي فعالة جدا. أن الطريقة هذه نستعملها وما عندي فيها حتى إشكال. تقفل الأنف تاعك كيما دوكا راني حندير أنا دوكا، دوك تسمعوا الصوت اللي يصدروا هكا. شوف راني نفرغ الهواء، راني فرغت الهواء، نقفل الأنف تاعي ونحصر اللسان تاعي، نضغطه بصفة وين نركز على الأذنين. الهواء اللي كاين في القناة استايكوس هذاك نضغطه باللسان تاعي انا ندير به عملية تعويض، وراهي فعالة وما فيها حتى تأثير سلبي على الأذنين
وما تاثرش ثاني عليك مده كتم النفس تاعك. وجربوها اخوتي، وماذا بيا اخوتي جربوها هكا على البر ماشي في البحر، وتفرغوا الرئه تاعكم وشاركونا التعاليق تاعكم، وبارك الله فيك. في الختام خاوتي نطرقوا للابي تي في، الطريقه تاع لابي تي في لابيون سوبيلار فولونتير، وهذه عاده طريقه جد معقده، تكون عطاء من عند ربي سبحانه لفئه معينه من الناس. وش هذه الطريقه تتمثل في انك انت تتحكم في العضلات اللي هما بدورهم يتحكموا في قناه استايكوس، ثم قناه الاذن اللي كما نقولوا اللي توصل الهواء للاذن، بصفه انك انت كي تقلص العضلات هذو هما بدورهم يقلصوا قناه استايكوس، تضغط الهواء اللي فيها هذيك تعادل به الضغط اللي يواجهه الغشاء الطبلي. ثم كي تضغط انت العضلات هذوك دير الموازنه تاع الغشاء الطبلي تاعك. هذه خوتي اللي قادر يتعلمها يتعلمها، انا ماذا بينا ان شاء الله يعم الخير، وانما هي طريقه جدا معقده، وعاده ان الناس اللي يستعملوها عطاء من عند ربي سبحانه، انك تلقى كي يهبط البحر ديريكت مو فم محلول يوازن ديريكت مو هك. وشنو لا كيما نقولوا لا كاينه امكانيه اللي تعلموها خوتي يتعلموا، انا ما نكذبش عليكم انا جربتها لقيتها معقده جدا، والله المستعان، والسلام عليكم.